السلام عليكم. في هذا الفيديو أنا صممت لكم منظومة تسجيل طلاب باستخدام برنامج الإكسل. طبعا المنظومة حتلقوا رابط المنظومة أسفل في الوصف، حتلقاه. طبعا أنا حاميه برقم سري، حتلقى الرقم السري لما أنت تمشي في الفيديو تفهم طريقة التشغيل، حتلقاني كاتب لك الرقم السري في أثناء تشغيل الفيديو. فخلينا نفتح الملف المضغوط ونطلع المنظومة خارجا ونكتب الرقم السري وندير خروج. وكي طلعت المنظومة، نفتح المنظومة بالكيفية هذه وحنوريكم كيفية تشغيلها. أول شيء لابد من نشغل المايكرو عن طريق تشغيل المايكرو، بعد ذلك نوريكم المنظومة تتكون من 3 أقسام، اللي هي الواجهة، وكذلك المنظومة اللي هي اللي تم فيها تسجيل البيانات، وكذلك اللي هي المواد التعليمية. فعلى سبيل المثال أنا نبي نفتح المنظومة، نشغل المنظومة. كيف واضح أمامكم، ندخل اسم الطالب، اسم الطالب، تاريخ الميلاد، والجنس، واسم المادة، ورقم الهاتف، والإيميل، والعنوان. طبعا أنت المواد ممكن ما تبيش المواد هذه، بإمكانك تعدل فيهم، نقول لك بعدين كيف تدير. فاسم الطالب على سبيل المثال محمود، اسم الطالب اللي هو علي، تاريخ الميلاد تحدد هنا التاريخ، تكتب التاريخ الميلاد، فرضا بنديرو عام 2010 في شهر أغسطس يوم 9. جنس ذكر، اسم المادة لغة إنجليزية، رقم الهاتف النقال لو كان عندك رقم هاتف نقال صغير، ودير سبميت يس. يقول لك دخل رقم نقال مظبوط، يعني احنا نعرف الأرقام الهاتف النقالة لابد ما تكونش أقل من 7 إلى 8 أرقام. فهيك ندير إدخال، لاحظوا إنه حيقبله لكن حيقول لك الإيميل غلط، فندخل الإيميل اللي هو تكتب فرضا اي شيء، اي ايميل ات، او خلينا نكتبه احمد ات جيميل، ونشوفه هل يقبله ولا لا. اكيد مش هيقبله لان ما درناش دوت كوم، فيقول لك الايميل غلط، فلابد من نديره دوت كوم او دوت ال واي او اي شيء، اهم شيء يقرا الايميل مظبوط، يعني بشاف ان الذكاء بتاع المنظومه كويس. العنوان، العنوان نكتبه على سبيل المثال مصراته، مصراته بهي، ونديره ادراج، ادخال، هل تريد حفظ؟ نعم، تم ادخال المعلومات. اهو محمود موجود امامكم. تو لو نسكر المنظومه ونفتح المنظومه الداتابيس حنلقى ان محمود تم ادراجه. نرجع المنظومه مره ثانيه، نبي نعدل انا في اسم، بنعدل في اللي هو بيانات الطالب الاول او اسم احمد سالم، هو نبي نعدل فيه، فندير تعديل وش ندير ونعدل فيه كيف ما نبي، بدل من سوق الجمعه نغيره فرضا انه فلين، رقم الهاتف النقال نقدر نعدله، نقدر نعدل الجنس، نقدر نعدل كل شيء، اسم الوالد غيره لسليمان، وندير ابديت، بس هيك ابديت معناها يعدله لي. هل تريد حفظ؟ نعم اريد حفظ. تم دخل رقم تليفون صح، لاحظ ان رقم التليفون في حاجه غلط، فندير ابديت، نعم تم ادراج اللي هو اسم، عدل لي اللي هو بيانات الاسم احمد. لو كان يبينا مسحه شندير، دير مسح بيانات الطالب. التعديل ورد هاي لكم توه، يعني تدوس تعديل وبعدين دير ابديت، لكن بالنسبه للمسح تحدد اي طالب عندك وتدير له مسح بيانات الطالب. هل تريد المسح؟ نعم تم مسح بيانات الطالب. لاحظ توه كانوا فيه طالبين، تو اصبح في طالب واحد احمد مشي خلاص مسحته. كويس، تو احنا قلنا في حاجه ما قلناهاش وهي اسم الماده. اسم الماده هنا انت ما تبيهاش بالكيفيه هذه، تو نقول لك شو تدير، جي هنا للسبورت وتعدل من هنا المواد، تمسح هذو كلهم وتزيد مواد من عندك. فرض اللغه لغه اسبانيه، ولتكن مركز اللغات لغه انجليزيه، لغه فرنسيه، لغه تركيه، لغه عربيه على سبيل المثال، لغه روسيه، لغة ألمانية، وهكذا. فنشوفوا هنا ونشغل المنظومة حنلقوها. لاحظوا اسم المادة تغيرت، المادة كيف ما نبيها، دخل بيانات الطالب، اسم الطالب، اسم الأب، دخل تاريخ الميلاد، ودخل الجنس فرض أنثى، تختار اللغة، لغة روسية، رقم الهاتف النقال، دخل رقم طويل شوية، الإيميل، دير ايميل ات فرضا ياهو دوت كوم، العنوان طريق الشط، ونديرو سبت.
هل تريد حفظ؟ نعم تم الحفظ، هذا هو اللي دخلته. لاحظوا توه الجنس فيميل اللي هو أنثى، وتاريخ الميلاد وكذا، ولغة روسية. رأيتوا كيف سهلة هذه الطريقة؟ لو كان يبي نمسحه، لو كان يبي نعدله بالكيفية هذه، رجع قم بالتعديل ثم التعديل، تعدل، تكتب فرضا نهى واسم الوالد، خلي مديرها زي شرشبيل، نهى فاروق، وتعدل بالكيفية هذه ودير أبديت. لاحظوا تعدل، تم التعديل، أصبح نهى فاروق، وعدلت فيه البيانات اللي لو نبي نمسحها ندير مسح بيانات الطالب. نعم تم مسح بيانات الطالب، خلاص نهى مشت مسحتها، فضل لي محمود فقط. فهذه هي المنظومة، نتمنى تكونوا قد استفدتم معي. كيف ما قلت لكم حتلقوا الرقم السري في أثناء تشغيل الفيديو، فأنت ركز شوية باش لأنك يعني تبيك تتبع الفيديو كله باش تفهم طريقة اللي هو تصميم المنظومة. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.